معنا على الهاتف الصحفي وهو أيضا متخصص في الشأن الآسيوي وله علاقة أيضا كثيرا بالاتحاد الآسيوي واتصالات مباشرة مع عدد من الشخصيات في الاتحاد الآسيوي، الزميل سلطان مهوس. مساء الخير أبو عادل. مساء الخير لك عادل، ومساء الخير لزملائك الكرام، كل بقدره ومنصبه وتقديره العظيم في قلبي. وفقا لما عرضناه من صور، وفقا لقرارات سابقة للجماهير طبقت على الجماهير السعودية وجماهير أخرى، وفقا لحديث محمد السراح، وفقا لحديث ضيوفي، ماذا تقول؟ أولا أنا بتحدث عن ثلاث نقاط من وجهة نظري أعتبر أنها مهمة جدا. أولا أننا نأخذ في سياق الواقع للأحداث الموجودة في المنطقة عموما، على اعتبار أن الإيرانيين أو يطبق عليهم المثل القائل لا تجادل أحمقا فليس لديه ما يخسره. الإيرانيون يريدون أن يحولوا المنافسات داخل الملعب والعشب الأخضر إلى ميادين منافسات سياسية إعلامية دولية قد تطرأ إلى ما هو أبعد من ذلك، والكل يشاهد ويعرف هذا الهدف الكبير. ولذلك أنا أخالف من يرى أن الاتحاد السعودي لديه من الضعف أو لديه من البطء في التحرك لهذا الجانب، لكون الطرف الآخر هو طرف مستفز وطرف ينبغي أن يتم التعامل معه بعقلانية وفق الواقع الموجود بكل هدوء وبكل حكمة، لكي لا يكون العشب الأخضر وهذه المنافسات هي متنفس لذلك الطرف لكي يحقق سواء مكاسب إعلامية أو سياسية أو غيرها، أو قد يدخل من أهداف نحن لا نتوقعها وما يعمله اتحاد الكرة الآن. أنا لا أدافع عن اتحاد الكرة، لكن هذه وجهة نظري. ما يعمله اتحاد الكرة هو من هذا الجانب أن يتم التعقل في مثل هذه الأمور، طيب، وعدم إدخال الأمور الرياضية في السياسة التي يريدها الإيرانيون. النقطة الثانية، الأمر الآخر هو أنه الكثير من الزملاء يربطون ما يحصل في الانتخابات الحاصلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. أنا أرى أن الاتحاد الآسيوي إذا لم يتخذ قرار أو إذا لم يواجه مثل هذه التصرفات فهو يفقد جانب من قوته الانتخابية، لأنه كيف رئيس اتحاد آسيوي يعجز عن ضبط اتحاد دولة أو جماهير دولة معينة في منافسات تخص اتحاده ثم يريد أن يتبوأ مقعد رئاسة الفيفا؟ إذا كان عاجز فكيف سيؤول الأمر إليه بعد رئاسة الفيفا في كل الدول التي غالبا ما تكون مضطربة؟ إذا لا أعتقد أن هناك جانب من حيث الانتخابات، وهذا الجانب لا أعتقد أن هناك ربط حقيقة، لأن في الأخير الاتحاد الآسيوي هو الخاسر إذا لم يضرب بقوة. يعني هذه الصور تضر كثيرا، تضر نعم كثيرا في حال لم يتخذ قرار، كثيرا إذا لم يضرب بيد من حديد وفق لجنة الانضباط، لأنه ليس من المنطقي جدا أن يرفع الجمهور الإيراني مثل اللافتة اللي شفناها بهذا المعنى ويتم إغفالها بشكل أو بآخر. طيب، النقطة الأخيرة حقيقة التي أود أن أتطرق إليها، وهو هل الاتحاد الآسيوي أصبح هو اتحاد فقط لمحمد بن همام؟ لا يستطيعون لجنة الانضباط أو المكتب التنفيذي داخل الاتحاد الآسيوي أن يتصرفون بسرعة عالية وفق ما شاهدوه وفق ما شاهده العالم كله حقيقة. ما شاهده العالم وما سمعه العالم عبر اليوتيوب هو بذاء حقيقية، بذاءة رياضية، بذاءة سياسية، بذاءة دينية حقيقة، بذاءة عرقية. لا يمكن أن يتصور عاقل أن تحدث في ملاعبنا أو الآسيوية إطلاقا. إذا من هذا المنطلق أعتقد أن اتحاد الكرة وفق الحكمة التي يتحلى بها هو يتحلى بالصواب حاليا. وأعتقد طيب أن محمد بن همام أمامه منعطف خطر جدا جدا إذا لم يستطيع السيطرة على هذا الموقف وإعادة الكرامة حتى للكرة الآسيوية. نحن نتذكر منعم فخوري الأردني وهو مراقب آسيوي كاد أن يفسد مباراة منيوكور والهلال السعودي بسبب مقذوف ناري في المضمار وكاد أن يوقف طيب المباراة. عشان كذا احنا نتكلم. ولذلك أنا أتمنى حقيقة أن نتحلى نحن أيضا بالحكمة مثل ما يتحلى اتحاد الكرة، وأن أيضا نترقب ماذا سيحدث وعندها ربما نعلق أكثر. شكرا لك. شكرا لك.